هاي واضح، أنا اسمي تالين وعمري 8. راحة ليليان نمرة وليليان نمرة وماجي بغصن ودانيلا رحمة. أخوي بدور للموت لأنه كنت قوية فيه. بحب صير أكتريس ودكتورة أطفال، يعني إن دكتور. إنه كيف بدنا نعمل الديكور وال يعني مثل الخلود كتير تعبت فيه وجهي، وكيف بدنا نضلنا نعيد 200,000 مرة ونتعب فيه للتمثيل. لولا إنه كيف بدك كيف عم تمثلي هيك دور وكيف عم تقدري تقولي هالكلمات، بس قلت لهم أنا إنه أنا ما بقولهم الحقيقة، مجبورة أقولهم بالدور يعني لأنه دوري هيك. ما في يقول ما بدي اعمل الدور لانه فيهم هالكلمات يعني، واصلا بيعرف جيزو انه انا ما بقول هالكلمات عن جد. تصيري مشهوره وانه يتصوروا معك العالم وانه ننشهر وهيك بحب انا.